كابتن عمرو الحديدي ونتكلم معاه عن كل فعاليات مباراه سموحه، وايضا هنتكلم معاه في مباراه افريقيا القادمه. خليكم معانا ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الاولى في الاهلي الليله. قبل ما نروح للكابتن عمرو الحديدي، عايز اقول لحضراتكم على الجوائز او الحفله اللي بتقام حاليا في مدينه ميلانو في المسرح الكبير والعريق لاسكالا، اللي بيتم اختيار جوائز حاليا. جائزه ذا بيست او افضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، علشان خاطر زي ما حضراتكم عارفين كانت فرانس فوتبول والفيفا في جائزه واحده هي البالون دور، لكن بعد ما انفصلوا الاثنين وبدا كل واحد يشق طريقه، الفيفا عملت جائزه اسمها ذا بيست. دي النسخه الرابعه اللي بتقام حاليا في مدينه ميلانو، واخر السنه بيكون حفله الفرانس فوتبول اللي بتكون في فرنسا، وزي ما حضراتكم كلكم عارفين هي تحت مسمى البالون دور. اليسون بيكر حارس ليفربول رسميا بيفوز بافضل حارس في العالم لسنة 2019 أو موسم 2018-2019، يوجن كلوب بيفوز بأفضل مدرب في العالم لنفس الموسم، وبالتالي سيطرة ليفربول على الجوائز الفردية لحد دلوقتي قبل ما يتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم، هل هو فان دايك ولا رونالدو ولا ميسي. تشكيلة العام لحفل الفيفا، محمد صلاح خارج التشكيل، أليسون بيكر في حراسة المرمى، خط الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فيرجيل فان دايك، ماتيوس ديليخت، أربعة في نص الملعب، كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، إيدن هازارد، وفرانكي ديونج. أما في خط الهجوم امبابي وليونيل ميسي، وبالتالي محمد صلاح أعتقد كان قلبه حاسس أنه هو لن يتوج بأي جائزة، علشان كده اعتذر عن التواجد في الحفلة بصفة رسمية. دول الجوائز لحد دلوقتي، لكن مكملين معاكم للحدث الأكبر والأبرز، وطبعا في جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأيضا هناخد معاكم أفضل لاعب في العالم لموسم 2018-2019. طولت على كابتن عمرو، معلش يا كابتن عمرو، برحب بحضرتك. ربنا يخليك يا كابتن، منورنا يا كابتن. ربنا يكرمك يا كابتن. عندك تعليق على الجوائز، ولا الجوائز منطقيه؟ يورجن كلوب بعد ما حقق لقب السوبر ولقب دوري ابطال اوروبا، هل شايف انه افضل مدرب في العالم؟ كمان نافس جوارديولا لحد اخر نفس ب 97 نقطه الموسم الماضي، فارق نقطه وحيده بين السيتي وبين ليفربول. اليسون بيكر افضل حارس في المرمى، هل حضرتك شايف ان هو يستحق ده بعد ما ادى موسم رائع وطوب مع ليفربول ايضا بنفس البطولات؟ بص يا كابتن عمر، الفترة اللي فيها ليفربول انتعاشة باينة قوي من تأثير كلوب على اللعيبة. يعني احنا شايفين منظومة متكاملة ظهرت بخطى ثابتة، بظهور من نص الجدول الأعلى للأعلى للأعلى، لغاية دلوقتي بقى من ضمن التشكيلة العالمية أحسن مدرب في العالم للسنة الثانية. وهو أعتقد إن هو يعني كميته وجارديولا هم الأنسب والأقوى على الساحة الأوروبية كمدربين. اللعيبه صلاح يمكن الضغوط والميديا الموجوده، صلاح ما بيهدفش، صلاح وماني، صلاح، الحاجات دي كلها كابتن عمر بتاثر على اللعيب المصري. احنا مش متعودين على السياسه والمنهج اللي احنا سامعينه دوت من اللعيبه الاوروبيه. الناس دي عارفه هي بتعمل ايه. ميسي بيغيب بيغيب باحسن لعيب في العالم، رونالدو بيغيب بيغيب باحسن لعيب في العالم. احنا عارفين هي بتتحاصر ما بين 3-4 لعيبه على المستوى العالمي. ان احنا محمد صلاح دخل من ضمن التشكيله مره واثنين وثلاثه، دي حاجه نفتخر بيها، ان هو بعد ده شيء احنا نحزن بيك عرب. طب يا كابتن عمرو، هسألك سؤال تاني، هل حضرتك كنت شايف محمد صلاح مكان ضمن ال 11 في لاعب يستحق ان هو يخرج على حساب محمد صلاح ولا لا؟ لا. ولا لوكا مودريتش؟ ممكن هتحسبها حاجه تانية، بس هو مش مركز صلاح، انت تحسبها ما هم كابتن حاطين، هم حاطين تشكيله 4-4-2، يعني هم حاطين مش باك رايت وباك ليفت، حاطين مارسيلو بس، حاطين ثلاثة في خط الدفاع، حاطين فان دايك وراموس وديليخت. تمام. فهم بيحطوا يعني بيحاولوا ان هم يجاملوا على قد ما يقدروا، لكن لوكا مودريتش بعد الموسم الاخير مع الريال يعني هو اتجازى خلاص، اخذ اللي يستحقه بعد كاس العالم. فانا شايف ان محمد صلاح ده في الدوري الانجليزي اخذ دوري الابطال، كمان مانيه، يعني ما نظلمش مانيه ان هو ما يكونش موجود يا كابتن عمرو. الحسابات يا كابتن عمر اللي حضرتك بتقولها ماشي، ولا قاره افريقيا يا كابتن؟ بس خلاص مشكله ماشي. 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 عنصريه يعني؟ لا مش ولا مش موضوع عنصريه، هي موضوع ان هي ايه، زي ما قلت انت كرمت مره واثنين وثلاثه باسلوبه، اديته الحته بتاعته ووصلته ساعه كاس العالم. اللي موجود دلوقتي
انت مش قادر تقول لصلاح وتقول لصلاح وماني موجودين. كبيره، هم محاسبينها ان هي كبيره. منتخب العالم في اتنين افارقه، الاعلانات بقى وعشان السبونسر والراعي. طيب يا كابتن، عشان ما نطولش كتير، انا عندي كلام كتير. واول حاجه حضرتك قلتها لي قبل ما ندخل على الهواء، قلت لي ان الراجل بيلعب كل مباراه بشكل، عنده طريقه في اداره المباراه، اشراكه للعيبه، الشكل الدفاعي والهجوم للنادي الاهلي بشكل عام. يا كابتن عمرو، انا عايز اعرف رايك في القياده الفنيه لمستر فايلر، وتقييم سريع لطرق الاداء اللي لعب بيها في اول لقاءاته لحد مباراه صبح. بص يا كابتن عمر، مستر فايلر في الظروف اللي هو فيها دلوقتي بيدرس خطوط النادي الاهلي وهي الخطه المناسبه اللي يلعب بيها. تمام. كل الناس بتشوف التشكيل من بدايته 4-3-3. حلو. طريقه اللعب بتاعت مستر فايلر بتبقى 4-2-1-3. امتى يا كابتن؟ هقول لك. ماتش الزمالك احنا كنا شايفين احمد فتحي بعد نص الملعب مهام. الشحات من بعد نص الملعب انسايد رايت، واخد جنب يمين. رمضان صبحي نفس الكلام. خد بالك المهام بتاعته دي اللي احنا متعودين عليها من ايام مساركوتي في الظروف اللي فيها قفشه بيزيد غير مراقب. اكتر لاعب لمس الكوره في مباراه الزمالك قفشه. واكتر واحد راح للجون قفشه. بعد كده حصل تغيير بسيط، بقى اللي بينوع طريقه اللعب كمان حسين الشحات. بقى حسين بيتطرف شويه ناحيه اليمين شويه ناحيه الشمال، بياخد تحت، بياخد فوق من عند رمضان، بياخد فوق من عند اجايه. اعتقد ان الراجل احنا تعودنا ان النادي الاهلي عنده مستين هايلين متعودين عليهم من زمان، هو النقل، الكوره اللي احنا عارفينها، الكوره القصيره الصغيره اللي فيها الوان تو والدبل باص والحاجات دي. واصعب حاجه موجوده النادي الاهلي اكتسبها هو الضغط كتله واحده، دي كانتش موجوده في النادي الاهلي بقالها فترة. الضغط، رمضان، قفشة، حمدي، السلية، ترحيل، محمد هاني، أجاي، حسين، حمدي، السلية والترحيل. النهاردة احنا ما حسيناش ان النادي الاهلي فيه غياب. رامي ربيعة رجع الحمد لله على سلامته، ايمن اشرف، هاني، وكان ذكاء مستر فايلر ان هو بيريح احمد فتحي، علي معلول، حمدي والسولية. شفنا جيرالدو موجود بالظبط كده. انت شفت اربع لعيبه بره التشكيل بتاع الصبح، جيرالدو ومروان محسن اتنين موجودين مكان اجايي وحسين الشحات. كويس قوي. واتنين تغيير لاصابتين بالنسبه لمتولي وياسر ابراهيم. اعتقد هتشوف جديد لغايه اما الراجل يستقر على 11 و11 بديل النادي الاهلي، تملي بيبقى عنده الاساس والسبير بتاعه. بتشوف بقى شغل تكتيك الملعب شكله ايه؟ اولا هدوءه هايل. مش من المدربين اللي بتنفعل مع اللعيبه وتلاقيه على الخط قاعد يشاور ويشوح. عنده جهاز بيكتب. حصلت لقطه عجبتني قوي في ماتش الزمالك، اول ما اول غيار عمله نادى سامي امصار. خدت بالك؟ طبعا. نادى سامي امصار بياخد رايه وبيشوف مين اللي ممكن يلعب مساك. هو بيدرس. يعني احنا كنا ممكن نقول مليون حل. بس يا كابتن انا هقول لحضرتك حاجه خصوصا النقطه دي، ان احمد فتحي بعد ما شفنا اصابه كمان ياسر ابراهيم ان هو لعب بحمدي فتحي مساك. فاحمد فتحي بيسالوه انت متعود تلعب في الحته دي، ليه ما كنتش موجود في البدايه؟ قال لك عشان الراجل ما يعرفش ان انا بلعب لسه مساك. فزي ما حضرتك بتقول هو بيكتشف. مش يعني عشان ما حدش يقول ازاي الراجل ما يعرفش، لا الراجل بالنسبه له هو بيشوف مش بيسمع، يعني هو مش معتمد على السمع يا كابتن. لكن هو طبيعي لما حضرتك قلب الدفاع يتصاب هتجيب نص ملعب تحطه مساك. طبعا. ده طبيعي جدا، لكن حصل زي ما حضرتك ما بتقول، هو راجل بيجس نبض اللعيبه اللي موجوده عنده. لكن يا كابتن عمرو السؤال المهم، جمهور الاهلي بيسال هل كل مباراه مستر فايلر هيتعامل معاها على اساس ان هي مباراه جديده، مباراه ليها فكر مختلف وطابع مختلف، فممكن نشوف تغيير في بعض المراكز في كل مباراه، ولا هيجي عليه وقت ويثبت التشكيل؟ هل احنا كنا حد كان متخيل من لعيبه النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي انه هيبدا بهجاي فرويد؟ لا طبعا، ولا حد مستحيل. محدش يتوقع. خمس شهور الراجل مش كافئه اعجاز. ده اجاي اللي احنا عارفينه. محطه وهيدرز وباس واستلام واستلام تحت ضغط ومحطه للي جايين من تحت. كل ده الراجل زي ما انت بتقول يا كابتن عمر بيدرس. فجأة لسه انا بقول لحضرتك هيثبت التشكيل، الموضوع منتهي. هيبقى وصل لكل لاعب من النادي الاهلي عنده
الكيف اللي كيف بيه المباراه عن طريقه هو. هو الراجل دلوقتي احنا ما فيش حد فينا كان متخيل ان هو يقوم مثلا يلعب احمد فتحي جوه او يخلي احمد فتحي ويخلي محمد هاني ليبرو اللي هو يلعب سيرد باك بجوار اصابه متولي. احنا توقعنا ان بعد اصابه متولي هيبقى المكان ده احمد فتحي. لا، هو انسب واحد هو شايفه فتره المعايشه بتاعته اللي كان متواجد فيها في النادي الاهلي بدايه حضوره ان حمدي فتحي هو الديفندر القوي اللي احنا بنقول عليه الديفندر القشاش اللي بيميل لحته الليبرو بس بتاع نص الملعب. اما رجع حمدي وخلى الثلاثيه زي ما هو منزل حسام عاشور واما طرف احمد فتحي وطرف محمد هاني خلاص. كابتن عمرو طلب بطولات، بطوله افريقيا، بطوله السوبر، بطوله الدوري. مباراه افريقيا مباراه ذهاب وعوده كويس، مباراه السوبر مباراه واحده، ومباراه بطوله امام منافس قوي، مباراه قمه، مباراه الدوري امام سموحه خارج ملعبك في اول مباراه ليك في الدوري. الراجل عرف يتعامل مع الثلاث ماتشات ازاي؟ وكل فكر، هل كل بطوله ليها فكر؟ وبالتالي شفنا تغيير في بعض العناصر اللي هو كابتن كان مضطر زي ما حضرتك ما بتقول ان هو يتعرف على اللعيبه عشان بس برضه يبقى الامور كلها واضحه للجمهور الاهلاوي. هنبدا بافريقيا. ماشي. اعتقد كابتن عمر انت راجل لعيب كبير، اول حاجه هو فكر فيها ان دي لسه محطه بعيده شويه. تمام. فجرب منها جزء. السوبر هي بطوله وقتي. تمام. ما فيهاش بديل. مكسب تحقيق بطوله. اتحسبت. ماتش سموحه الدرس الاول في الفصل. الدرس الاول في الفصل الاول. علشان كده كل مباراه بيكون ليها الشكل بتاعها لغايه ما يمكن رابع او ثالث هتوصل بقى المباراه الرابعه. خلاص الموضوع بقى بالنسبه لمستر فايلور واضح. ماتش الرابع زمالك طبعا. انت ماتش سموحه بره بتجيب الجون امتى؟ رمضان بيجيب الجون امتى؟ الراجل بقى بيضغط وعايز ياخد من الماتش اللي هو عايزه، بعد كده يمتلك زمام الملعب بالنقل. شايف يا كابتن اداء رمضان صبحي؟ ناس تقول لك هو طور رمضان صبحي، الناس تانية تقول لك هو حرر رمضان صبحي وبدا يديله حريه اكتر فانعكست عليه جوه الملعب وبدا الولد يضغط ويجيب الكوره ويجيب هدف. الفينشنج كان رائع جدا، يعني رمضان اعتقد ان هو بدا يبقى فيه تطوير للمسه الاخيره، لكن رمضان لعيب كبير مفيش شك. طبعا. هو عمل ايه من الاثنين يا كابتن عمرو؟ هل حرر رمضان ولا طور اداء رمضان؟ حرر رمضان واتكلم مع رمضان. اتكلم معاه بره خالص، اتكلم معاه. الحته النفسيه بقى. تمام يا جماعه رمضان حتى ماتش يورجن كلوب ماتش الزمالك بينزل بياخد من علي معلول بينهي في 18 بسم الله ما شاء الله جوه الصندوق عند عواد وما شفناش كل التغطيات العكسيه اللي من جنب عبد الشافي، بنلاقي رمضان في العكس جهه علي معلول هو مأمن وواقف عكس ما كنا بنشوف رمضان بيبتدي يشتغل من بعد نص الملعب. ده حقيقي. لا، اداله مهام حريه في نفس الوقت. المعالجه النفسيه كابتن عمر كلام انت حاسس بامكانياتي فبتكلمني بتفوقني بتشيل ثلاث ارباع الموضوع ده خالص. ما هو رمضان لعيب كبير، احنا لسه بنقول لعيب كبير كبير قوي. العامل النفسي بقى ده اعتقد كابتن سيد وكابتن سامي والجهاز الفني دي مهمه قوي. في كمية حلوه قوي كابتن عمر شفناها في التسخين. لما كنا مدرب حراس المرمى والضحك اللي ما بينه وبين حراس المرمى وهو شغال والكلام بينه وبين المدير الفني والراجل الثالث اللي موجود اللي بيكتب التعليقات او الكومنتات اللي خاصه بكل لعيب في الملعب عشان يشرحها له بين الشوطين، تحس ان هو هادي وعارف هو بيعمل ايه. اعتقد من النوعيه دي الصبر بتاع البيراميدز اللي هو الهدوء ثم التنفيذ. هو عارف هو بيشتغل ازاي عكس ما شفنا الجهه الثانيه. الجهه الثانيه زعيق وتنطيط، هو كان عايز ياخد حاجه معينه. اقصى رياكشن ليه اللي هي الحركه بتاعت ايده كده ان انا جبت جول. اللي هو بيشعر نفسه بالحب او بالفرحه والنشوه ما بيعمل بايده كده ان انا جبت هدف. ساعه ماتش الزمالك، ماتش سموحه النهارده هو نفس السيناريو. هو نفس السيناريو، الطرفين اللي فاتحين في وقت الهجوم بين وينج رايت وينج ليفت وفيرود سترايكر مروان محسن، تحتهم قفشه، هو تحت اثنين ليبروهين حمدي والسوليه. والاربعه اللي موجودين زي ما هم بيزيد منهم اثنين علي معلوم محمد هاني بقى نص الملعب في اربعه.
بتبقى 2 4 1 3. كابتن عمر الطرق بتاعت اللعب واحد او اتنين بيغير طريقه اللعب الموضوع خلص. مروان محسن كابتن ووجوده كراس حربه، هل هو بسبب عمق هجوم للنادي الاهلي كونه كمحطه مهمه جدا عكس اجاي اللي كان موجود في لقاء نادي الزمالك فهو محتاج مهاره، ولا حضرتك عارف ان هو
برجع للدوري العام وببدا عن كل سنه. اول مره النادي الاهلي بيبدا عن كل سنه نتيجه واداء. نتيجه واداء ده اللي هتشوفه باستمرار. افصل افريقيا لما يجي مباراه افريقيا وهي بروفا من الدوري العام لافريقيا، وهاخد من افريقيا النتيجه اللي هتخليني مكسب وبروفا لاستمراري اول الدوري. خلاص في واحده من الثلاثه بعدت، هي السوبر خدناها خلاص. نشوه البطوله خلاص خدت اليومين بتوعهم. يوم ايه يا كابتن؟ ده ساعتين يا كابتن. وده دلوقتي ايه؟ ادى الراحه النهارده. بكره عندهم راحه عشان يرجعوا يوم يعني من النهارده ابلغ الراحه لبكره. خلاص بعد ماتش النهارده ادى الراحه بتاعت بكره. كل واحد فيهم هو حمله حاجه معينه. افريقيا هنلعبها في موعدها حسب الادوار اللي احنا ماتش رايح جاي بميعاد معين. الدوري العام هنرجع من افريقيا نفكر في الدوري العام بحته معينه لغايه ما يجي ميعاد الكاس. كل مرحله وكل مشهد هو بيعمله ليه نتيجه ايجابيه عنده. الراجل ده هيعيد كره جوزيه تاني بس باسلوب مختلف. تحس ان هو صغير بالنسبه لهم، قريب من سنهم، هادي. انا اتفرجت على تمرينتين ليه، هادي جدا جدا. كابتن، موضوع الضغط اللي الاهلي بدا يعمله ده كابتن، يعني تفسيره، هل تفسيره هو اللياقه البدنيه عاليه للنادي الاهلي، ولا فكر بدا يحفظ اللعيبه خلاص بعد الجمل التكتيكيه سواء في الهجوم او الدفاع؟ لكن الدفاع ككتله واحده شفنا في ماتش الزمالك اول لما الاهلي كان بيفقد الكوره على طول العشره تحت الكوره، ده الجزء الاولاني في الدفاع يا كابتن عمرو. الجزء الثاني عكسه في الهجوم، شفنا الكوره اللي رمضان احرز منها هدف هي مش صدفه، هي حاولت تتكرر ما بينهم مره او مرتين او ثلاثه، واحده اللي نجحت ان رمضان يجيب فيها هدف. هل يا كابتن الفتره القليله الاسبوعين او الاسبوعين ونص او الثلاث اسابيع اللي مستر فايلر تولى فيهم القياده بالنسبه ان حضرتك راجل لعيب نجم وراجل فني، هل دي فتره كافيه ان انا ابدا احفظ ويبان ثمار تحفيزي للعبتي خلال الفتره القصيره دي؟ مليون في المية شاف. انا عايزك الدفاع والهجوم ازاي شكلها؟ مليون في المية شاف سيناريوهات للمباريات للنادي الاهلي. درس النادي الاهلي. يعني درس امكانيات لعيبه النادي الاهلي. مع الاستعانه بالمدرب المدرب المساعد كابتن سامي قمصان، عرف هو عايز ياخد ايه من النادي الاهلي. انت هتلاقي المره الجايه، المباراه الجايه، شكل تاني بس في ثبات. برضو العدد اللي اتغير، في ناس للاصابه وفي ناس هو محتاج ان يخليها في الملعب. يعني لو احنا بنقول على الراحه هيريح حمدي. مباراة افريقيا اللي جايه حضرتك شايف ان هي مش محتاجه وجود حمدي فتحي؟ بالعكس، هو بعد الخطا اللي حصل من حمدي في المباراه او عايز يديله الثقه. صح كابتن، بعد بدل الكلام ما بيني وما بين اللعيب محمد هاني او الشناوي، تكير خلي بالك شيل مره واحده زي ما احنا بنبقى في الملعب، اعتقد ان هو رد حلو قوي في نفس اليوم او ثاني يوم الصبح على صفحات الجرايد، قال لك وارد انه يخطا عشان يتعلم من خطاه، ودي احد الخبرات اللي بيزيدها لعيب. مفيش حد بيعمل كده نادرا يا كابتن، بالذات اما بيكون مدرب اول مره بيتعرف على امكانيات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. الاجانب يا كابتن عمر وانت عشت بره، الانطباع الاول يا دوب طبعا وخلاص مش هتشيله من دماغه. بس هو كابتن عجبني ان المؤتمر الصحفي الراجل كان واقعي جدا، ما قالش بقى كلام في الهوا وجاي يكسب مشاعر الجمهور، لا قال انا جاي في مهمه وكل حاجه بتيجي، مفيش حاجه بتيجي مره واحده، ولازم ندرس ولازم نشوف ولازم نتمرن. منظم طبعا، منظم، عقلاني جدا وواقعي، ما عندوش اي كلام بقى معسول زي ما بنقول ولا كلام انا هعمل واسوي، انا جاي اخد البطوله، انا جاي، واللي هو انا كنت بهرب في المدرسه عشان اتفرج على الاهلي وانا في سويسرا. مثلا لا لا في ناس ثانيه، في ناس ثانيه بتقول كده، في ناس ثانيه تقول لك انا فضلت ده عن الاهلي علشان خاطر حبي في الزمالك. احد القنوات كانت بتتكلم على تاريخه والسي في بتاعه، رد الشيخ طه وقال لك يا جماعه انتوا بتبصوا لامكانيات مدرب غير محظوظ في المكان اللي انتوا قيمتوه فيه انه ما حققش بطولات. بص الكلمه، انتوا قيمتوا مدرب ما حققش، طب ما انتوا تشوفوه هنا، ما هو هنا ممكن يبقى مدرب عالمي بعد ما يمشي من النادي. طيب ممكن اجاوب لحضرتك النقطه دي يا كابتن؟ بالنسبه دلوقتي تقييم المدربين بالنسبه للجمهور المصري، انا حابب ان هو او نفسي ان هو يبدا يتغير. بمعنى كابتن يقول لك ده مدرب ما عندوش خبره، او مدرب ما عندوش سي في، او مدرب ما دربش مثلا ريال مدريد. طب مثلا انت لامبرت، فرانك لامبرت يا كابتن، هو ده مش نجم في تشيلسي ودرب ديربي كاونتي بس، درب فريق واحد بس، دلوقتي هو المدير الفني لنادي تشيلسي وفي نفس الوقت كله بيدعمه، الراجل ده نجم، اتمرن تحت مدربين عالميين يا كابتن
مر بالضغوطات ومر بتجارب دوليه، علشان كده في الملعب بالنسبه له هو مدرب عنده الامكانيات اللي تساعده على تطبيق فكره. فهل ده كابتن اللي احنا هنشوفه بقى اللي جاي في كره القدم، ان احنا بقى مش هنشوف الخبرات على قد ما احنا هنشوف مدربين صغيرين شباب كانوا نجوم في فرقهم وبالتالي درسوا وبداوا ان هم يطبقوا، فعشان كده هيكون ليهم وجود في الساحه العالميه الفتره اللي جايه؟ طبعا طبعا. جارديولا خد وقت قد ايه يا كابتن؟ كان يا راجل يعني في لاماسيا بطل مسك في الناشئين، طلع فريق اول على طول. اعتقد ان لويس انريكي نفس القصه اللي خد مسافه شويه زدان زيدان مع انشيلوتي وبعدين زيدان انشيلوتي اكاديميه او فريق شباب بعد كده فريق اول على طول. اما بقى لامبرد من كل خبرات المدربين اللي اشتغل معاها مدير فني. راؤول برضه كده، راؤول دلوقتي ماسك شباب ريال مدريد وهو مستني هفوت زيدان عشان يمسك مكانه. تشابي الونسو نفس القصه. بس اقول لك كله بدا يفكر في كده. السرعه يا كابتن عمر ما بين جارديولا وما بين لامبرد بسرعه جدا. انت دلوقتي بتقيم جارديولا من احسن مدربين في العالم. ده في وقتها يا كابتن قليل قوي. بقى له قد ايه؟ مفيش. ده بطل اصلا بدري، يعني بطل 38 تقريبا ولا مش عارف بطل 35، دلوقتي 35 أكبر. 36 اكبر عشان 38 لعبت قدامه في برشلونه 92 ماشي، بس هو بطل 38 او 37 كويس قوي. عنده كام سنه؟ بس فضل يعني دلوقتي هو في الاربعينات صح؟ بقى له خمس سنين ماسك؟ لا يا كابتن اكتر. أكتر يا كابتن. سبع سنين؟ مثلا. طيب سبع سنين من الأربعينات يعني هو عنده 34 سنة. هجيب لك دلوقتي، لازم أجيب لك يعني حضرتك وإحنا بنتكلم هجيب يعني لك جوارديولا عنده كام سنة دلوقتي. أسرع مدير فني مسك وإنجاز. ست بطولات مع برشلونة السداسية ونادرا جدا لما ما حصلتش. لا طبعا ما حصلتش. خلاص مش هتكرر تاني. لويس إنريكي ما عرفش يحققها للأسف. طيب أنشيلوتي كام سنة؟ أنا أنشيلوتي أنشيلوتي كبير. أبوه كبير عنه كتير. زيدان عنه كبير برضه. زيدان بس كابتن طبعا بالنسبه لنا ان جوارديولا هو اللي بالنسبه لنا سنه صغير. لامبرد اكبر انشيلوتي 60 كويس، جوارديولا 48 زي ما احنا قلنا سبع سنين تقريبا او يعني دخل يدرب، بتكلم على العالم دخل برشلونه وهو كبير يعني دخل على الفريق الاول وعنده 40 سنه اعتقد يعني. لامبرد زيدان 47 لامبرد هيبقى تقريبا كان 43 او 44 حاجه كده، بس اصغر من جوارديولا طبعا، هو مدرسة يعني جديدة. بقى ده مدير فني تشيلسي وده مدير فني برشلونة السداسية. 41 لامبارد يا كابتن. يبقى السن اللي مسك فيه جارديولا اللي بعد سبع سنين. لا شوف انت بتقول ايه؟ يعني هو السن بتاع جارديولا لما مسك. ال 41 هو صح. سن جارديولا لما مسك لامبارد دلوقتي. ادوا له فرصة ودعموه بكل المعنويات وبكل الأسلوب ان هو يوصل مدير فني لأحسن أندية انجلترا. حضرتك قلت كلمة بيدعموه. مش بيفطسوه. لا بيخنقوه. والله يا كابتن الموضوع بيبقى غريب جدا، يعني الموضوع راجل جاي مدرب صغير في السن وانت عايز تعمل حاجه جديده عمرها ما حصلت، ان انت تجيب مدرب اجنبي صغير في السن عشان يشتغل وياخد راحته ويعمل ويعمل ويعمل، وبالتالي احنا ده الدعم اللي احنا كنا مستنيينه، لكن في الاول كان في بعض العلامات الاستفهام، لكن دلوقتي الجمهور الاهلي اطمن وبدا يعرف ان فعلا اختيارات النادي الاهلي مش اختيارات عشوائيه تماما، بتكون اختيارات منظمه ومنسقه. لكن السؤال المهم يا كابتن عمرو دلوقتي، هل هيظهر حاله ارهاق واجهاد على لعيب النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لا كابتن حضرتك بتجاوب قبل ما انا اسال حضرتك، ده معناه ايه؟ حضرتك بتقول لي لا اصلا ما فكرتش في الاجابه. هقول لك ليه؟ اللي الراجل ده بيعمله مع اللعيبه نفس اللي كان بيعمله مستر مالون جوزيه مع الجيل بتاع بركات اللي هو كابتن اللي هو المعامله النفسيه وقت الراحه بتاعته بدون الضغوط، بيعرف يريح لعيبته في الوقت اللي هو عايزه يا كابتن عمر كويس قوي. الراجل بيتعامل معاهم برقي غير عادي. دي اعتقد كان النادي الاهلي فاقدها في لعيبته كلها. احنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. علي معلول بقى له قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص البديل محمد هاني زي احمد فتحي زي ياسر ابراهيم زي محمود متولي زي ايمن اشرف زي رامي ربيعه، يعني ربنا يشفيه ويعافيه بسم الله ما شاء الله، بيغيب بيبقى موجود ويرجع. سعد سمير الشناوي والمعامله ما بينه وما بين المدرب اكرامي شريف وعلي لطفي. طيب فرحة اللعيبة حمدي فتحي والسولية، أي مدرب مصري غلطة حمدي فتحي طب اقعد شوية كده لغاية ما نشوف الموضوع هيمشي ازاي ونحاول نشوف البديل بتاعك قد ايه، يبقى هنفكر فيك كمان شوية على وعسى ان الناس تنسى انك اخطأت حاجة زي كده. صح ولا غلط؟ صح ده اللي بيحصل. اجاي بقى لا 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 لا، ده الراجل ده كده مش طبيعي، الراجل ده كده شيزوفرينيا، راح في حتة تانية. ده جايب واحد بقاله خمس شهور بعد المباراة تعظيم سلام، بنقول له الكلام منتهي. ما هو مش طبيعي اداؤه والتزامه وضغطه واستلامه للكوره
وهدفين وضيع جونين كمان، مجموعه حاجات الكابتن لازم تحط تحتها نقطه من اول من اول السطر. النفسيه. هقف مع حضرتك عند ملف النادي الاهلي محلي علشان مش عايز اروح للمحطه الافريقيه غير لما اقفل محطه الدوري. حضرتك تابعت الاسبوع الاول، يعني بالنسبه لي هركز على الثلاث انديه اللي طلعوا من تحت. تمام. بنتكلم في طنطا، بنتكلم في اف سي مصر، وبتكلم كمان في اسوان. اسوان خسر من المقصه، اف سي مصر خسر هو كمان من الانتاج الحربي، وفوز لطنطا على وادي دجله. راي حضرتك في الثلاث ماتشات قبل ما نروح للاسبوع الاول بشكل عام. انا سمعت حاجه في الراديو ان كابتن ايمن بيقول للعيبه، كابتن ايمن المزاي مدرب نادي طنطا، السيناريو في الدقيقه 80 انكم انتوا هتروحوا على الملعب وتضغطوا وتشوطوا وتقعوا من الحارس. حكى لهم السيناريو ده من الدقيقه 81 الدقيقه 90، قال لهم هتجيبوا هدف. ده اللي بيتقال، احنا بنسمع. بس الراجل ده حقه مهضوم اعلاميا شويه. هو حقه مهضوم من ادارات الانديه اللي بيدرب فيها، يعني كل ما يصعد فريق يمشوه. ما يمكن دي بقى مختلفة شوية. لا، ما انا بقول لحضرتك حقه مهضوم كمان في النقطة دي، فأنا شايف إن ربنا بيكرمه. النادي اللي أنا بصعده بستبعده بجيب اسم أكبر. طبعًا، وده حصل إن هم بعد ما صعد الأندية وجابوا مدربين مختلفين نزلوا تاني هبطوا الدرجة التانية، عشان كده بقول لحضرتك هو حقه، يعني ربنا فعلًا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، هو بيحسن عمله فربنا بيكافئه وبيجازيه. لا، هو طنطا خد أغلى 3 بونت ليه في مصر من فرقة وادي دجلة. مقتنع كابتن بتاكيس جونياس مدرب نادي دجله والفكر اللي اداره دجله بتتعامل بيه، ان هم صبروا عليه الموسم الماضي لحد ما قدر يوصل. انجز الموسم اللي فات. لا، انا ما انا ما انا عمل شكل كويس قوي. تمام، لكن بعد عناء، ودي حاجه تتحسب للاداره ان هم يصبروا على مدربهم ويعملوا استقرار للفريق. هل لو تكرر هذا الامر الموسم ده ممكن اداره دجله يصبروا عليه؟ لا، خناق بقى، ما فيش عناء. خلاص. ها؟ خلاص يعني هو الفرصه كانت الموسم الاول. طبعا، لكن ما ينفعش تكرر الموسم الثاني. ما انا مش هديك فرصه سنتين تجرب فيهم، انا بديك الاولى عشان تستكشف وان عملت اللي انت عايزه وسبت في مكانك وقعدت في الدوري. السنه اللي بعدها انت درست كل حاجه ودرست الدوري العام كله بفرقه، هتنفذ السيناريو اللي انت هتنفذه ازاي؟ مش هرجع من الاول ثاني اقول له بقى هديله الفرصه بتاعت السنه الثالثه. صيت سنتين فالثانويه العامه احتمال تاخدها في المنازل، ما ينفع. دجله استهتر بالماتش بتاع طنطا؟ طبعا. طنطا يستحق المكسب. طبعا. اف سي مصر شايف ان هي ممكن تكمل في الدوري بعد تغيير 2 مدربين او 2 اجهزه فنيه، وجود الكابتن عبد الناصر محمد وطريقه التعامل مع الصفقات والامكانيات يعني اللي موجوده. بنقول ان الكابتن عبد الناصر يعني جه تولى المكان بعد كابتن اسامه في المده الزمنيه البسيطه صلاح دي. كابتن اسامه، كابتن عبد الناصر. في الظروف دي انت بتلعب قصاد فرقه مستقره. طب ليه عملوا مين الفرقه اللي كسبت؟ مين الفرقه اللي كسبت؟ الانتاج. الانتاج الحربي. كابتن مختار في استقرار بسم الله ما شاء الله تام لمنظومه الانتاج الحربي. الماتش جاي صعب. اهلي ماشي. انت في الوقت دوت بتفكر ان انا اخد الثلاثة بونت عشان ما افقدش الستة بونت. مركز في اللي انا بقوله يا كابتن عمر؟ صح. اخد الثلاثة بونت عشان ما افقدش الستة بونت، عشان الماتش اللي جاي وارد الماتش اللي جاي بالظبط. ولو خدت من الماتش اللي جاي بونت ابقى يا خير وبركه، حد يكره. يبقى انا وصلت ان انا خدت من اقوى ماتشين 6 بونت، خدت 4 بونت. الاربعه بونت دول بالنسبه لي 8 بونت. يعني حضرتك شايف اول ماتش دايما ضد الثلاث فرق اللي بيكونوا صاعدين بيكونوا مباراه صعبه. اسوان والمقصه 3-2 للمقصه بعد ما اسوان تقدمت عليهم 2-1. بص، يبقى لسه في حاجه، حلقه مفقوده. هل اللي صاعد من تحت فاهم الدرس وعارف هياخد من المباراه اللي جايه ايه؟ والمقصه احد فرقه احسن 5 فرق في الدوري بتادي بالاسلوب دوت بعد ما امسكهم مدير فني زي ميدو والاداء والشكل. انت دلوقتي بتتكلم 3-2 وانت اللي متقدم وانت اللي كنت كسبان وانت اللي كنت كسبان خلاص. يبقى انت دخلت دلوقتي في سيناريو تاني خالص اسمه كله سواسيه في ميزان واحد. كله سواسيه في ميزان واحد. الماتشات دلوقتي يا كابتن عمر ما بقتش بعدد الاهداف، بقت جون واحد يديك 3 بونت. طنطا واسوان هيلعبوا على ملعبهم، او اسوان لعب على ملعبه كويس، عكس اف سي مصر ما عندوش ملعب. يعني بنتكلم على ملعب استاد طنطا، بنتكلم على استاد طنطا هيلعب في ملعبه. انا اسوان هيلعب في استاد اسوان تقريبا ماتشات اهلي وزمالك على ما اعتقد. طبعا دي هتبقى تقريبا يعني تانية. وده اللي الانديه رفضت، ان هي عايزه مبدا المساواه بكل الانديه، وده حقهم. لكن انا بتكلم على الواقع اللي حصل، يعني من لجنه اف سي مصر بيلعب فين؟ اف سي مصر ما عندوش ملعب. بتكلم بقى ما عندوش ملعب، يعني الملعب هل ده هيفرق مع 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 طنطا وهيفرق مع اسوان؟ طبعا يا كابتن، انا بتمرن على ملعبي، على ملعبي. الملعب بتاعي هو اللي سيد ان انا بلعب عليه المباريات. ما هي طنطا هي المكان اللي بتتمرن فيه، هي اللي هتلعب فيه الماتشات ما عدا اهلي وزمالك.
اسوان هي هو الاستاد بتاع اسوان اللي هيلعب عليه اهلي وزمالك. ما احنا طول عمرنا السنين دي كنا بنلعب اسوان في اسوان. طول عمر طنطا كنا بنلعب في طنطا. لا الاهلي كان بيلعب في المحل، بتلعب مباريات طنطا في الاستاد غزل المحل. طيب عندنا كابتن الجيش والمقاولين 1-0 للمقاولين، ده كان في اليوم الاول. الجونه والاسماعيلي 1-0 للاسماعيلي على ملعب الجونه، وده الغريب طبعا. سمعني ان النادي كبير وكل حاجه، لكن الجونه معلش انت برضه عشان بس ما نضيعش حق الجونه. الجونه هدف خطا من كورنر مرفوع من مجدي بتاع الاسماعيلي، لاعب هايل عبد الرحمن مجدي. في نفس الوقت عدم تمركز سليم لجده. خلاص اللي بيذاكر بيقول لك ايه، هدف الاسماعيلي براس جده. صح. طب يا كابتن، انبي وبيراميدز نتيجه كبيره جدا في اول اسبوع على نادي انبي، بيراميدز بيفوز 4-0. هل حضرتك شايف ان انبي هيعاني الموسم ده، ولا ممكن نقول اول مباراه؟ يعني انا كابتن علي عمل موسم في كذا مكان فوق الهايل. اللعب مع البيراميدز ان انا بامن دفاعي كويس قوي، يمكن الهدف اللي حرزه عبد الله السعيد لو انت خدت بالك من كونتر اتاك، من هجوم في كورنر لهجمه لاسلام عيسى لعبد الله السعيد، هدف. يعني كره راحت لثلاث لمسات او اربعه، رجب بكار، عبد الله السعيد، هدف خلاص. يبقى احنا بنتكلم ان اللعب مع الكبار ليه حسابات مختلفه، ليه ترتيبات مختلفه، ليه ان انا بلعب على اسلوب دفاعي وبستعمل احد المهارات اللي موجوده في لعيبتي للكونتر اتاك، ان انا هاجم في الوقت المناسب وما بفقدش البونت اللي انا بستحوذ عليه. تقييم حضرتك للاسبوع الاول بشكل عام، راي حضرتك فيه بعد انتهاء مباراه الزمالك والاتحاد 1-0، الزمالك خارج من مباراه السوبر بنفس الظروف اللي النادي الاهلي خارج منها، عكس طبعا احنا بنتكلم على كل الامور سلبيه لنادي الزمالك، النادي الاهلي كان كله ايجابي، نادي الزمالك لعب يوم الجمعه، الزمالك بيلعب يوم الاثنين 48 ساعه، عنده مباراه في افريقيا فاتت، عنده مباراه افريقيا جايه، لكن مباراه الاتحاد امام مدير فني صعب الكابتن طلعت يوسف، وامام خصم ومنافس قوي قدر يخرج من المباراه بالنتيجه اللي هو عايزها وهي الفوز والخروج بالثلاث نقاط. هل حضرتك شايف ان الزمالك ادى بنفس الشكل اللي ميتشو عايزه انه يخرج ثلاث نقاط؟ لا هو ادى عشان يخرج من الكبه اللي هو فيها ويكسب ويحقق ثلاثه بطولات، نفسيا تكون يعني معاهم بشكل كويس للمباراه اللي جايه. اتعلمنا النغمه اللي كانت بتعلم المدير الفني، المكسب بيجيب مكسب طبعا، والخساره بتجيب خساره. صح صح صح. انت في الوقت دوت خلاص المكسب بيجيب مكسب، يبقى انا لازم اخرج من ده بثلاثه بونت تهدي الاجواء اللي حواليا جماهيريا واداره. اصل انت في الوقت ده فقدت السوبر وفقدت ماتش الاتحاد، الماتش اللي بعديه هتحط المدرب في ميزان انه تقول له شكر. صح، مفيش وقت. ممكن يا كابتن نشوف شكرا مدربين في الدوري المصري بعد اول ثلاث اربع اسابيع؟ مش هكمل ثلاث اسبوع تلاقي ناس كتير قوي تقول له شكرا، ده برنامج هتلاقي الناس بتقول له اهلا شكرا مع السلامه. ممكن الاتحاد المصري يطبق في اللجنه الخماسيه اللي موجوده، يطبق ان كل مدير فني ما يدربش غير ناديين في الموسم بس؟ نفسي. نفسك يا كابتن؟ طبعا. اقول لك ليه؟ وانا نفسي عشان هي سلم موسيقي. ساب هنا مسك هنا، ساب هنا مسك هنا، مع انه ما حققش هنا، بس هي مصالح من هنا لهنا، راح هنا فجاب هنا وده هنا، ساب هنا راح من مشرق مصر لمغربه في كذا مكان. طب ما تخليها تبقى مرتين وتدي مساحات لناس تبقى موجوده على الساحه، على وعسى ان الفرصه تكون ليهم، تكون دي القرار ده سبب ظهور اسماء كتيره في التدريب. شايف يا كابتن وجود ست مدربين اجانب في الدوري المصري يعني حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ ست مدربين الاهلي الزمالك الاسماعيلي دجله بيراميدز طلع الجيش بكل امانه. هقول لك على حاجه، عمرك ما هتغير دوت في يوم وليله. بس يا كابتن الموضوع عندنا بيزيد كل يوم، يعني كان عندنا اهلي وزمالك، دلوقتي الاسماعيلي بيجيب، بيراميدز بيجيب، او بيراميدز جاب طلع الجيش دجله، كله بدا يتجه الى المدرسه الاجنبيه. هل ده يعني الدوري المصري يبقى لعيبه مصريين والمدربين كلهم اجانب؟ انا بسالك بقى في كده يا كابتن، هل ده يا كابتن حضرتك شايف ان الادارات، تسيبك من اهلي وزمالك، اهلي وزمالك بره التصنيف، هل حضرتك شايف ان الادارات الفنيه للانديه شايفه ان لا يوجد مدربين مصريين على الساحه، وبالتالي هنستعين بمدربين اجانب علشان نحقق اللي المصري ما عرفش يحققه، ولا المصري ما بيعرفش ياخد الدعم اللي الاجنبي بياخده؟ بالظبط كده. صح كده؟ انت بتدي الدعم للمدرب الاجنبي بكل نقاطه. بخاف من الشرط الجزائي مثلا فبخليه موجود لحد اطول فتره ممكنه، ولا بس ولا بس الشرط الجزائي الثاني، الشرط الجزائي الثاني غير مش موجود خالص، ضافر طرف من كف. الشرط الجزائي مثلا يعني لو 100,000 جنيه هنا هيبقى 100,000 دولار هنا مثلا، يعني انا بقول على سبيل المثال، فانا بالنسبه لي مصري 1% 100,000 جنيه، خد 100,000 جنيه، لكن انت 100,000 دولار فخليك تمشي تروح فين؟ خليك وقت ما انت تزهق وتقول انا همشي. ايوه بالظبط كده. انت بتتكلم في 17 لواحد بالظبط. لا بص يا كابتن عمر،
الفتره اللي بنتكلم فيها عن المدربين دي نغمه، وهتلاقيها بتقل فتره بفتره شويه بشويه، بس كله بيقلد يعني النادي الاهلي والزمالك، هما الاثنين اللي شعبيتهم طاغيه. هتزيد ولا هتقل يا كابتن؟ لا اعتقد في الناديين دول لا مش لا، انا بتكلم على الدوري. ممكن نشوف يعني الايام اللي جايه عدد لزياده المدربين الاجانب. هو في حاجه دلوقتي يا كابتن، لو لو انجاز كبير انجاز كبير للمدربين في الفتره دي اللي انت ذكرت اسمائهم، هتبقى سمعه عامه. الكبير بيعممها على الصغيرين، بس الصغيرين ما عندهمش الامكانيه ولا الميزانيه اللي يدفع بيها، ما هي دي برضو حلقه مفقوده. بس يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه، المدربين المصريين دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيعدوا، فانا لو جبت مدرب اجنبي ب 10,000 دولار في الشهر و 5,000 دولار في الشهر كويس، هيبقى ارخص من مصري. بس هو في انت هتجيب برضه في يعني مثلا تاكيس جونياس بتاع دجله، انا متوقع ان هو ياخد مثلا 20,000 مثلا دولار، تتكلم في 350,000 جنيه. طيب دلوقتي لو جبت واحد مصري ياخد كام؟ هيبقى كابتن عمر هيبقى اسم. صح ولا غلط؟ انا موافق، بس هيبقى كابتن اسم، بس مش بالمبلغ ده. اصل يا كابتن مستغرب ان كمان يعني مرتبات يا كابتن في الكوره لعيبه ومدربين الموضوع مفيش فيه خطوط كده، مفيش الارقام القديمه 100 ولا 150 200 و300. ما انا عارف، بس ما شاء الله يا كابتن في الدرجه الثانيه بياخدوا الارقام دي. ما انا عارف 100,000 لدرجه ثانيه خلاص. واقول لك على حاجه، في ناس حابه تلعب في الدرجه دي عشان ما حدش شايفه. لا حابه تلعب في الدرجه دي عشان ال 100,000 دي ما تخرجش بره، جيبه هو. ما انا بقول لحضرتك اهو. انا بقول لحضرتك عشان خاطر ومش متفق. وفي اسماء كبيره في الدرجه دي انا هصعد وخليني زي ما انا. انا بتاع السلم الموسيقي التصعيد، وقبل لما يفكر ينزل اخد انا مكان تاني. وفي ناس شاطره جدا زي الاسماء الموجوده في الممتاز، موجوده في الممتاز بيه. اسماء عارفه بتعمل ايه. ايمن الميزان كان منه، بس ايمن حظه وحش والله. ما الناس بقول لك مع حظه بيشتغل بفلوس قليله جدا 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 جدا، يعني برضو لو هنيجي نقارن مع كامل الاحترام. لا مقارنه، لا بس هو شاطر. هو كان معايا قبل كده هنا، وانا بصراحه يعني حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا يعني امدح وامدح شنو كان يستحق. عمر ثلاث اربع مرات برضه تاني. العامل النفسي اللي بيتعامل بيه مع اللعيبه حاجه جميله جدا، هي نفس السيناريو اللي انا احكي لحضرتك حاجه. يعني مدرب ليستر، هفتكر لحضرتك اسمه ايه دلوقتي، المدرب اللي اخذ معاهم الدوري، هو مش معروف بس اسمه طار مني حالا دلوقتي، كان بيتعامل معاهم ازاي كابتن عمرو؟ يقول لهم اكسبوا. ايام رياض محرز؟ انا اسمه طار، بس هقول لحضرتك يعني مثلا يقول لهم احنا عندنا اربع ماتشات بكام نقطه؟ ب 12 نقطه. هتاخدوهم هنعمل اكله بيتزا تاني يوم. اكله بيتزا الحاجه اللي لاعب الكره حضرتك عارف ان هي بالنسبه له حاله حاجه صعبه جدا عشان الوزن وعشان خاطر اكل غير صحي، فهو عارف ان لاعب الكره جزء نفسي ليه علاقه بالاكل، ان هم لو اكلوا حاجه بيحبوها وهي ممنوعه هيتبسط جدا جدا. فخلاهم يا كابتن بقى كسبوا 12 بونت فعلا، فخلاهم يجيبوا العجين ويجيبوا الحاجات اللي عمل اللي هو عايزه ويعملوا عمل اللي هو عبيه. فده جزء نفسي يا كابتن عمرو، زي ما حضرتك ما بتقول الجزء النفسي يا كابتن، انا شايف ان هو بيلعب 60% من لاعب كره القدم. طبعا الرقم اهو، طبعا يا كابتن 60 و40 40 مهاره و60% عامل نفسي. طبعا نفس. يا كابتن طبعا. لا وممكن تبقى 70 و30 يا كابتن. بس الكلام ده مش على النادي الاهلي، النادي الاهلي 100% مهاره طبعا و100% نفس، ارتفاع عامل النفس اللي هو عمله خلاص، وصل للموضوع ل 200% جمع ما بين المهاره والعامل النفسي في المكسب اللي هو عمله. طيب افريقيا، عشان الوقت ما يجريش مننا، لو عندنا وقت نناقش بعض الامور الخاصه في الدوري المصري بماتش افريقيا اللي جاي، حضرتك مدرب النادي الاهلي دلوقتي هتفكر فيه ازاي؟ ما لسه قلت لحضرتك السيناريو اللي المدرب هيعمله هو سيناريو بتاع محطه كل مشهد. تمام، يعني المحطه اللي جايه يعني انا جمهور اهو. لا انا الدور الكام هتفاجئ بحاجه؟ احنا دور 32. لا مش هتفاجئ، دور 32 بس معروف ماتش ذهاب وماتش عوده. ماشي. مطلوب مني حاجه معينه اعملها قبل ما انا خلاص سبت ملف الدوري وقفلت ملف السوبر، بفكر في دور 32 في افريقيا. تمام، كسبت حسمت من المباراه اللي هناك، هرجع للمباراه اللي هنا او حسمت اللي هنا عشان اروح استريح في اللي هناك، يبقى بفكر في دور ال 16. بياخدها ادوار يا كابتن عمر، ادوار محطات، عمرك ما هتركب قطر يوديك غير من اوله لاخره. لو ركبت قطر تاني هيوديك على ثلاث محطات، مصر، المتوسط، النهائي. هو بيعمل كده، هو واخد مشهد البطوله الوقتيه هي السوبر، خلاص انتهت. الدوري العام لسه طويل، اما دلوقتي 32 16 8، ما عنديش وقت. ما عنديش وقت، انا هاخد الدور ده انه مباراه كؤوس، افصل المباراه من مصر او افصل المباراه من ملعب الخصم،
اخد الثلاثه بونت من هناك، او ابقى محدد لنفسي السته بونت رايح جاي ان شاء الله بالمكسب، ان انا المرحله اللي جايه هيسيب ملف افريقيا هيفكر في الدوري العام. الوقت ما بين افريقيا والدوري العام ماتشات قد ايه؟ 3 ايام واربع ايام. بس عندك توقف دولي كويس هيفيد مستر ريني فايلر بعد يعني قبل ماتش الزمالك تقريبا هياخد فتره كبيره. انت بتتكلم في الاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث سموحه خلص عندنا ماتش. الانتاج الحربي. الانتاج الحربي بعد الانتاج الحربي هقول لحضرتك مين دلوقتي حالا عشان خاطر يعني ليه؟ ان الرابع زمالك هيبقى في الفتره دي 3 ماتشات وماتش السوبر وماتش افريقيا الدور ال 64 وماتش افريقيا الدور 32 درس لعيبه النادي الاهلي كلها. أسوان درس لعيبه النادي الاهلي كلها. ثلاث ماتشات في الدوري هيبقى في اسوان كمان ماتش صعب جدا. ثلاث ماتشات في الدوري اربع ماتشات رايح جاي في افريقيا ماشي. يعني اللي هم ماتشين ماتش السوبر دي 5 اعتقد ان درس لعيبه النادي الاهلي كويس قوي مع فتره التوقف اللي انت قلت عليها بمباراه الزمالك. منتخب مصر ربنا يعين كابتن حسام. رايك في الاختيار؟ لا لا تعال. مش اختيار كابتن حسام طبعا، انا بتكلم على راي الجهاز الفني بالكامل. وليه الموضوع كابتن قلبين اهلي وزمالك؟ يعني ليه؟ طب انا ممكن اسال سؤال يا كابتن عمر؟ اسالني سؤال يا كابتن بسيط بس قوي. سؤال مش محرج. لا ما مش لا ما تقلقش. بص يعني انا هسال سؤال، مين اللي بيختار؟ ده مش محرج. ده مش محرج، ده خلاصه. ده مش محرج. مين اللي بيختار؟ يعني هم بيقولوا ان في يعني ده بيختار وده بيختار، ده يقول انا عايز حد من الزمالك، ده يقول انا عايز حد من الاهلي. كويس قوي. وبعدين يا كابتن اصل اللي احنا تابعناه ان الكابتن هيب جلال كان هو المدير الفني لحد اخر فتره، لحد اخر ساعه، لحد اخر ثانيه. اتفاجئنا ان الكابتن حسام بدري موجود. ومين معاه؟ حمد وطارق وكابتن محمد شوقي ومصطفى. كابتن لا وكابتن مصطفى كمان. كابتن محمد شوقي وكابتن مصطفى كمان. اهو. طيب دلوقتي كابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر. كويس. يعني طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لكابتن ايمن طاهر طبعا وكابتن طارق مصطفى طبعا، طبعا احنا مش بنقلل منهم خالص ولا اقدر ان انا اقلل منهم، بس بيقال ان هو تم فرض عليه اسمين من نادي الزمالك علشان يكون في معادله. هل الكلام ده كابتن لو صح، هل شايف ده طريقه يدار بيها؟ لا خلاص يبقى مصر كره القدم ولا اولها زي اخرها، ولا المدرب هو لازم يختار؟ لا قبل ما يبني الاتحاد فشل، قبل ما بتبني لجنه فشلت قبل ما تشتغل. لو هو بالشكل اللي انت حضرتك بتقوله، ما انا بقول لحضرتك انت برضه في حاجه كمان. انت جبت مدير الكره محمد بركات تمام، وكان قبليها مدير الكوره متعب. مش ده اللي كان حصل؟ حضرتك عارف ان العلاقه ان ان لا ما انا فاهم، مفيش كيمياء بين كابتن عماد وكابتن حسام. انا بتكلم ان دول كانوا موجودين طبعا، في اختلاف وجهات نظر ما بينهم، اعتقد ان هي امور خاصه هم الوحيد اللي يقدروا يتكلموا فيها. واحنا ليه كابتن الاتحاد المصري الوحيد اللي مش هنتوقع؟ ليه احنا الوحيدين في العالم؟ ليه ما شفتش مثلا جارث ساوث جيت في انجلترا بيتفرض عليه ناس بعينهم فيقول لك لا انا مش همسك الا لما ليه كل واحد بيجي بجهازه؟ انت هتقول الكلمه المعتاده، اصل انت جهازك كله بتاع النادي الاهلي وانت جهازك كله بتاع النادي الاهلي. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ طب ما هقول لك على حاجه، طب ما كابتن حسام بيفكر في المدرب الثالث دلوقتي بسعد معوض. طب ما هو جاب سعد معوض اهو. طب ما جاب سعد معوض انا كنت قريتها من كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض. يا جماعه بقى لهم كام سنه شغالين مع كابتن حسام؟ لحظه بس، احنا عندنا مدير فني كابتن حسام بدري عندنا. كويس. دلوقتي بقى كان ايه الاختلاف ما بين مدرب عام ايوب ولا طارق مصطفى؟ قال لك نوحد المهام، خليهم الاثنين مدربين عام. ايه ده؟ والله العظيم، والله العظيم ما بهزر، بتكلم بجد. يعني وحد التايتل، خلى مدرب عام الكابتن احمد ايوب ومدرب عام الكابتن طارق مصطفى، وتحتيهم الكابتن سيد معوض هو المساعد المدرب، كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، كابتن محمد بركات مدير المنتخب. لا جديده بالنسبه لي ان يبقى في اتنين مدرب عام. دي ما هو كابتن حصل بقى انقسام ما بين ان مجموعه عايزه ايوب ومجموعه عايزه لا 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 مش مجموعه، هو الكابتن حسام، الكابتن حسام على كابتن حسام عايز الكابتن احمد ايوب، ما مش محتاج، ومجموعه او افراد عايزين الكابتن طارق مصطفى بسبب ان الجهاز ما يكونش اهلاوي، يكون اهلاوي زملكاوي. هي دلوقتي بقت اهلاوي وزملكاوي؟ يس. ولا دلوقتي بقت مصر اهلاوي وزملكاوي؟ انا ما بختارش مدير فني نادي الزمالك. انا بقول لحضرتك بما ان يعني عندي بعض الخبرات اللي في اتحاد الكوره، الموضوع ده كابتن، الموضوع يعني الموضوع دلوقتي بقى كويس، لكن قبل كده حضرتك على الترابيزه كده يجي الاجتماع كبير تلاقي ان كل واحد بيختار واحد في كل المنتخبات، تلاقي المنتخبات ما حدش بيختار جهازه الا نادرا جدا، تلاقي كل واحد جايب اللي جايب مدرب واللي يعني جايب مساعد مدرب واللي جايب مدير اداري واللي جايب مدرب خلاص مرمى. ده اللي انا قريته زي اي حد، ان كابتن حسام اما اختار الكابتن ابراهيم حسن مدير كرة طارق وليد بدري يبقى هو المدير الاداري. حلو. كابتن طارق كابتن احمد كابتن ايهاب جلال عفوا كان هو اللي مختار، كان عايز حمد معاه وعايز طارق مصطفى. لا وعايز لا مصطفى كمان. بس تم برضو ايه يعني ان كابتن طارق يكون موجود. طبعا كابتن طارق نجم طبعا مدير فني. انا عشان بس احنا ناكد تاني علشان ايه ممكن الناس تاخد من اخر كلام. بصوا يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم
وبنقول احنا بنتكلم للصالح العام ما بنقللش من قيمه المدربين اللي موجودين. كابتن احمد ايوب اسم كبير، وكابتن طارق مصطفى اسم كبير، وكابتن ايمن طاهر اسم كبير. المجموعه تنجح مع بعض، احنا بنتكلم المنظومه دي هيبقى في الفه مع بعض، في انسجام، في كيمياء هتيجي على الصالح العام او هتنطبع على الصالح العام اللي موجود من الفرق او من اللعيبه. شايف ان كابتن بركات في مهامه وان شاء الله ينجح، شايف الكابتن ايمن طاهر ان شاء الله والكابتن طارق مصطفى هينسجموا، مش هيبقى في اهلي وزمالك في وسط الكلام الكتير اللي بيحصل ده. يا كابتن عمر، الكابتن حسام مش هيخلي الحاجات دي تبقى موجوده خالص. اللي قريب من الكابتن حسام عارف ده، انا عشت الكابتن حسام فتره بسيطه كده، لان عارف ان هو قراراته اكتر من صارمه. ممكن يعمل كونفليكت او ممكن يعمل تضارب ما بين، يعني مثلا ان تم توحيد المهام. ماشي، انا عليك يا كابتن، في توحيد المهام ما بين الكابتن طارق والكابتن احمد ايوب. هل لو الكابتن حسام اعتمد اكتر على الكابتن ايوب، الكابتن طارق حسها، هنحس حاجه بسيطه قوي مع بعض. احنا بنحس دلوقتي، ما روحناش معاهم الملعب. ماشي، بنحس فعلا. كابتن حسام البدري ايوب اشتغل معاه قد ايه؟ كتير، بس مش ذنب الكابتن طارق. طب ثواني بس، 10؟ ماشي، 10 سنين؟ ماشي. طيب في الظروف اللي هو اختار فيها كان تملي الكابتن حسام بيشتغل ايوب وطارق سليمان. صح، طول عمره. انا اصلا كنت متوقع ان كابتن طارق يكون موجود في منتخب مصر بكل امانه. انت رشحت من ضمن الاسماء اللي مع سيد معوض عادل مصطفى. صح، هو فرد اللي رشح كابتن عادل مصطفى. صح ولا انا غلطان؟ انت في الوقت ده بس يا كابتن، مش غريب ان الاتحاد الكوره او لجنه الخماسيه تقول لك انا حريه اختيار المدير الفني وبيفرض عليه اسامي؟ هو ده كابتن مش غريب؟ يعني ازاي بتفرض، او مش كده، ازاي انا اجيب مدير فني اقول له انت اختار بس من الاسامي اللي انا جايبهم لك؟ يبقى كده ما بفرضش عليه؟ تاني، حضرتك انا جبت لك، انت جبت لي مدير فني، قلت لك اختار من الخمسه دول، قلت لي طب انا مش عايز الخمسه دول، لا هم الخمسه دول تختار منهم. لا حضرتك يعني فاهم طبعا انت بتقوله، انت بتتكلم امر واقع، يعني ما حدش يقدر ينفي الكلام. انت بتكلمني في ده واقع، ده حصل. انت بتكلمني في فرض. انت جبته مسكته المهام دي، إيه انت بختار، قلت له اللي قدامك دول اختار منهم اللي يناسبك. لا ده في واحد انا قدامي هنا انا عايز، لا 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 انا عايز من زي فايلر، مستر فايلر لما جاء للكابتن خطيب، والله انا معايا مدرب حراس مرمى، معايا مدرب مساعد، معايا محل اداء جه اللي هو المغربي السويسري، معايا مدرب مساعد، جيب الجهاز بتاعه، انا مش محتاج حد غير ممكن مساعد مدرب الكابتن سامي وكابتن، وهي متفصله عليه عشان قريب من سن اللعيبه وراجل كله شباب وحيويه وراجل جميل، وكابتن سامي مدرب عليه مستقبل كبير جدا طبعا، فيساعد المدرب في حته لو احتاجه في اللعيبه اللي عايز يسال عليها، عايز يعني توضيح بالزبط لاداء اللعيبه اللي هو كان شغال معاها كويس. ماشي، فكان سهل بالنسبه له ان هو يكون بياخد رايي. هتبقى صعب عليه، مش هياخد راي كابتن سامي، هياخد راي الراجل اللي كان في الملعب، كابتن عمرو. موضوع صعب، يعني احنا عايزين حلقات في الحاجات دي كلها. كابتن استمتعت كالعاده كابتن عمرو، ربنا يخليك، ربنا حضرتك معايا، ما حسيتش بالوقت طبعا يا كابتن عمر، الحديث معاك شيق، ما ولا ساعه ولا اثنين ولا حلقه ولا اثنين. انا الحظ الحلو دايما ان انا بكون موجود مع حضرتك كابتن عمرو الحديدي، نجم النادي الاهلي، نجم منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا كابتن عمر، شكرا كابتن. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه الاهلي الليله، بعد فوز النادي الاهلي على سموحه في اولى لقاءات بطوله الدوري المصري الممتاز بنتيجه 1-0. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام كانو سبورت الغيني في دور ال 32 في مباراه العوده في دوري ابطال افريقيا. نشوفكم دايما على خير في الاهلي الليله وقناه الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.